هلا الله فيكم، كيف حالكم يا رهيبين؟ جبنا لكم اليوم مفاجأة رهيبة. كراش 4 أخيرا انزلت، طولت معانا. تخيلوا آخر جزء رسمي كان كراش 3 على بلاي ستيشن 1، بعدين سووا الريميك حقه اللي هو الكوليكشن حق الثلاثة الرهيب، والحين أخيرا الجزء الرابع بعد القصة الجزء الثالث مباشرة. واليوم جبنا لكم مفاجأة مرة رهيبة، عندنا أكواد للعبة نوزع لكم إياها مجانا. طيب كيف بنوزع الأكواد؟ في شرط واحد لازم نسويه، أني أنا بلعب تحدي عشانكم، ولازم أني أجيب شيء مرة كويس فيه عساس تتوزع الأكواد بشكل رهيب. طبعاً أنتم عارفين التحدي اللي بيصير إيش هو؟ تحدي زمني الوقت اللي كل ألعاب كراش. راح ألعب التحدي حق المرحلة الأولى، وبعدين بحاول أجيب المفاتيح اللي أقدر عليها. يعني إذا ما جت ولا مفتاح راح نوزع فقط كودين، وإذا جبت المفتاح البرونزي راح نوزع 4 أكواد، وإذا جبت المفتاح الذهبي راح نوزع 6 أكواد. طبعاً أنا أوعدكم بإذن الله إن شاء الله بشد حيلي أقوى ما عندي إني أقدر أجيب لكم الذهبي عساس نخلص العاب كلها عندنا ونوزع لكم 6 أكواد لكم. وقبل ما نبدأ تنسون أتزر اللايك واشترك بالقناة، والحين خلونا نبدأ. راح ألعب المرحلة الأولى مثل ما قلت لكم اللي هي لعبة الإيقاظ المزعج. الله الاسم رهيب. ما حد يبغى يقوم من النوم، فتخيل واحد يجي يقومك أكيد بيصير زعلت. أوكي هذه المرحلة زي ما تشوفون، الله إيش الحركات الرهيبة هذه. إيش تبزيون ذا؟ أوكي كراش 1 2 3 و 4، إيش الحركة الرهيبة؟ يلا خلنا نبدأ الحين هذه المحاولة الأولى. ونسيت أقول لكم إني لا عندي 3 محاولات فقط إني عشان أجيب لكم المفتاح الذهبي، أو نجيب أعلى مفتاح أقدر عليه إن شاء الله. خير جيب بلاتيني. هذا إيش يصير البلاتيني جبته؟ احنا قلنا ذهب، قلنا البلاتيني مرة صعب أحس. فالذهبي ممتاز، الذهبي ممتاز. عشان الآن بأضمن لكم أكثر عدد من الكودز اللي قلنا نوزع لكم إياها. ما نخليه ولا كود عندنا، كلنا نعطيكم إياه لأننا نحبكم. طبعاً اللي قاعد تلاحظونه، أنا متأكد يلاحظونه، أن اللعبة رسومها صايرة مرة جميلة، و الإضاءة اللي فيها صايرة أرهب من كثير من أول. تحس في تفاصيل صغيرة كذا بس رهيبة. وش اللي أخذ ذا نشفة ذا العنكبوت؟ هذا وحوش جديدة في اللعبة النشبات. هذا برضه تزلج حاجة جديدة، والحين تقدر تنزل تحت زي ما تكون عشان إذا في صناديق تحت. طبعا ما في صناديق تحت هنا الحين زي ما تشوفون، ما في صناديق. إيش هذا الدقبوق؟ مدري البوري ذا بيسمونه البوق، إنه هو يدق البوق. أوكي فاتتنا واحدة مو مشكلة، هذه محاولة أولى لا تخافون، محاولة تجرب فيها المرحلة. أنا ما لعبت ترى الحين المرحلة هذه، شافوا من لعبوها بس لحين ما حد يجرب فيها شيء. أنا المنقذ لكم إن شاء الله، بحاول أجيب لكم إياها. أوكي تمام. ونايترو نايترو نشبة نايترو. طبعا أنا عشان أقول لكم إياها، هذول اللي ينفق بوق وذولي أسميهم عبابيت، لأن عندي خوي اسمه عبوت. هذا خوي عبوت لما نلعب مع ألعاب لعبة كوب ينكبني ينكبني زي ما كنت لعب مع رزنتيفل. يخلص الرصاص عليه كله، يقول انا سنايبر اسنبر. طبعا يجيب فيني العيد، واخر شيء وصلنا عند وسكر، تخيلوا ما عندي ولا رصاصه، فزنا على وسكر بالسكينه بالموت. طبعا ابكي دما وحاله ضحكت عليه. عشان كذا كراش او اي لعبه واحد خفيف اسميه عبود، اساس خوي ذاك ينكبني بكل شيء. طبعا عبود هذا ينكبون ذولي، عندهم حركه اليرمون هذه، تشوفون هذه تنكبك هذه، خاصه اذا قاعد تجيب حاول تجيب الوقت الكويس. اوكي خلصنا مرحله، كم جبت الوقت؟ اوكي جبنا البرونزي، معناته الحين ضمننا ايش؟ ضمننا كودين، لا ضمننا 4 اكواد، 4 اكواد، جبنا البرونزي 4 اكواد. عشان اجيب الذهبي، اوه شوفوا الفرق، يا الله 61 شوي. يلا كذا هذه المحاولة الأولى خلصناها، ترو واي نوت. يلا متابعة، إعادة إعادة. حلو الحركة دي صح؟ ما كانت موجودة كذا ينادي حقت المنيو، مرة رهيبة. في تفاصيل حلوة اللعبة مرة لو تلاحظون، أنا متأكد يعني اللي فانز كراش اللعبة بتعجبهم كثير، أنا صراحة فان كراش وأحبها، وجبت بلاتنم في الأجزاء الثلاثة كلهم بعد طلعت الروح. فيا أنتم إيش أصعب جزء بالنسبة لكم جبت فيه بلاتنم؟ اكتبوا تحت بالكومنت أو التعليقات إيش الجزء الصعب. أنا صراحة بتضحكون علي، صراحة أصعب جزء في البلاتنم كان الثالث. الثالث معنا المفروض يكون اسهل جزء، تصدقون الاول ناس قالوا لي اصعب جزء، صراحه حسيت اسهل جزء في البلاتنم. الثاني قلق لكنه مو صعب مره. الثالث هو اللي تعبني ما اعرف ليش، مع الناس كثير قالوا لي انه
الثالث يعتبر أصل واحد في بلاتنم، الرابع ما أدري متحمس جيب بلاتنم فيه. عاد الرابع ترى أضف لك شيء كثير، يقول لك في تقريبا 100 مرحلة لعبة وأكثر 100 مرحلة والمراحل تقدر تلعب أكثر من طريقة، زي ما شفنا بالاسم التريلر اللي شفناها للعبة إنك تلعب فيها أكثر من طريقة، وهذا شيء مرة يحمس صراحة. طبعا كل مرحلة فيها 5 جواهر، الجواهر هذه إذا جمعها إيش يصير؟ تطلع ملابس جديدة لكراش وكوكو عشان تكونوا بالصورة. اللعبة ما راح يكون فيها على كلام المطورين أي متجر فيها، يعني تدفع فلوس حقيقية، ما في مايكرو ترانزاكشن، هذا شيء مرة يحمس. شوفوا كم عبود هنا موجود، والله كثير. الحين ودك تعرف أنت هل كراش هنا شرير ولا طيب؟ صح؟ يعني هذا بيتهم، بيت العبابيد دول يسميهم أنا. هل كراش جاء قط وجع عندهم؟ ليش يضربونيهم؟ ولا ذول أتباع كورتكس؟ ما تدري يعني، احس كراش ولا كذا قاطوه جاء عنده. لا والله شوف لو جارك كراش بتسوي، لو جارك كراش بينشب لك. انت شفته بيته، اوه اخذ بردقه، بردقه راحت مني، والله ما مداني، مو مشكله. انت شفته بيت كراش صح؟ تخيل واحد غثيث كذا يحط لك تلفزيون برا بالحوش ويشغلك ستيريو، طبعا انا اقول ستيريو مسكين ما عنده غير راديو صغير واحد اللي يشغل بطاريتين. فتخيل لو كراش جارك وش بتسوي؟ اكتب تحت التعليقات لو كراش جاركم وش بتسوون؟ لو انا شخصيا والله ناسه بقعد العب معك اليوم او اروح معه مغامرات، ما انا حاسس انه بيجنني. شفت فوت شيء، نسيت شيء فوتته، ما عليك نرجع بعدين. ما عليكم لسه هذه المحاوله الثانيه، فلسه باقي لي محاوله اخيره لكم. اوه اوكي اوكي هذه الحين خلاص ما في، الحين يدي مربوطه الحين، هذه اخر محاوله لازم اجيب ذهبي عشان اعطيكم 6 كوات، هذه اخر محاوله ما في شيء غير. انا صراحه معليش الاستو صار شيء غباء مني معليش اوكي يلا ما عليكم نجيب ان شاء الله. اوكي هذه المحاوله الاخيره، المحاوله هذه لازم اجيب فيها الذهبي لانه خلصنا محاولتين، هذه المحاوله الاخيره. خليني اقول لكم ايش الاشياء الجديده في الجزء هذا ونستفيد وقت. اول شيء الشيء اللي شفتوه كلكم وكلنا عرفناه وشفناه بكل الدعايات ايش؟ الاقنعه الجديده. في الحين اقنعه زياده موجوده، اذا ما كنت غلطان 4 و5 ما اتذكر صراحه، بس انه كان في قناع يوقف الوقت بحيث انه يبطل الوقت على سمي وقفه، عرفتوا؟ وفي قناع كان يخفي الاشياء ويطلعها. بوريكم الحين ايش السالفه، بوريكم زي ايش. لا ما راح يبين في المرحله صح، بس في قناع يخفي الاشياء ويطلعها، وفي قناع شفناه بالتريلر اللي يعكسك الجاذبيه، اتوقع شيء زي كذا. في قناع بعد، في رابع قناع متاكد بس ما اذكر ايش هو كان، ورونا اياهم والله ما اتذكر صراحه. بس الفكره ان ميزه الاقنعه هذه انك تعطيك طريقه لعب جديده في اللعبه وتحمسك فيها. وغير كذا المراحل بتكون في تقريبا 100 مرحله في اللعبه متنوعه. يعني لما اقول متنوعه ست مرحله العبها الحين، هذه بيعمل تلعبها بطريقه ثانيه، طريقه معكوسه، طريقه الوانها غير، بطريقه مغيرين صناديق، يعني عشان يحمسك اكثر في اللعبه. يعني اللعبه هذه مسوينها حق الناس اللي يبغون يصيرون يحبون كراش وزي كذا، فمره شيء يونس صراحه. طبعا مرحله ذكرني بوين؟ ذكرني مرحله شو اسمه المطر، تذكرونها؟ حق الجزء الاول. مرحله المطر حق الجزء الاول كانت مره صعبه. فعشان كذا ذكرني فيها النقزاتها فيها. اوكي كم جبنا؟ ذهبي! جبنا الذهبي! ضمنت لكم 6 مفاتيح! يا سلام! ما اقدر اجيب بلاتيني طبعا، والله احس مره صعب. جبت لكم الذهبي، ضمنت لكم 6 مفاتيح. ايش عليكم؟ ايش عليكم؟ بنوزع لكم 6 مفاتيح. خلاص الحين كذا خلصنا؟ قصدي 6 اكواد مش مفاتيح، تحمس مع اللعبه. 6 مفاتيح. بعطيكم 6 اكواد، ضمنا لكم 6 اكواد. زي ما تشوفون كذا الحين خلصنا التحدي، خلاص انا سويت اللي علي، عطيتكم 6 اكواد ضمنت لكم اياها، مو 6 مفاتيح 6 اكواد. ها تسالوني كيف نقدر نشارك عشان تاخذون الاكواد السته اللي ربحت لكم اياها؟ بسيطه، تعليقات تحت اكتبوا ايش احسن شيء عجبكم في كراش 4. انت شفتوني بالفيديو شرحت لكم الاشياء الداخليه اللي في كراش، شرحت لكم السبب لان طبعا لسه ما لعبت اللعبه، يمكن عشان كذا بسطت لكم الفكره، اني شرحت لكم ايش الاشياء الرهيبه اللي موجوده في لعبه كراش، وانتم الاشياء اللي ذكرتها هذه ايش الاشياء اللي عجبتكم تحت اكتبوها بالكومنتس الجديده الموجوده في كراش 4 وبس. وبعدها احنا بنختار 6 اشخاص راندوملي من الناس اللي موجودين في التعليقات تحت.
ولا تنسون يعطيكم على المتابعة واشتركوا بالقناة إذا عجبتكم. والحمد لله مبسوط أنا صراحة، مرة مبسوط إني قدرت أجيب لكم الذهبية وبنوزع لكم 6 كوات. والله مرة مبسوط، كنت خايف صراحة لأنه مر على المرحلة، ويعني الحمد لله. ويعطيكم على المتابعة كما فتشيحة. أشوفكم على خير، مع السلامة يا أرهب المتابعين.